صاحب واحد من أحفاد الشيخ حمد، يعني الشيخ محمد علي المقبول، بنقول لك ربنا يديك الصحة والعافية وبرحب بك كثير يعني في رحيل الأمكنة. انت بعدك رحيل عندنا يا شيخ محمد. طبعا شيخ محمد قبل ما نبدا نتكلم عن حده حمل، هو نفسه عنده قصه، احكي لنا بقصه ولادتك دي كانت كيف؟ ولادتي انا يعني جبتها اللي جات سنه 16 ما شاء الله، على حسب ما تحكي امي انه ايوه الطياره جات هنا نزلت في توتي ونزلت في سويسرا. الطياره دي جات من وين؟ جات من اوروبا. اها نزلت في توتي والناس كلهم جروا في بطنها وجعت. أنا مش يتفرجوا خلوها قاعدة وهي مشكلة. العجوزة كانت تقول يا الله تجيب الوقية وتعيد للبنية. الوقية؟ تجيب وقية. وقية هي الداية. الداية. تجيب وقية تحل البنية فعلا حاجات كبيرة وتحلت الحلاوة للتامة. الحمد لله. الطيارة دي نفس الطيارة اللي راحت ضربت على النار. في جبل مرة. هذا مرة ما جاب في جبل مرة، في جبل مرة هناك ضربوا بالطيارة. تاريخ يا عم محمد ها؟ أيوة يعني نسبة التاريخ ده بعض الناس اللي راحوا. أيوة. ابن عم بنت كان كاتب كتبت مجموعة الجيش. أيوة. فقال لي نحن نروح سنة 16 اللي على النار جينا هناك مولود. سبحان الله. فمعناه ده تاريخ فينا. أكيد طبعاً أكيد. يوم كم جاي كم ما بعرف. المهم إنك أنت معانا ومشرفنا، ربنا يديك الصحة إن شاء الله. أنت في بيت جميل وجنبه تاريخ برضه. أحكي لنا المنطقة دي وأحكي لنا عنها وأوائل الناس السكنوا فيها. هي كانت المربع ده من الغول عدي إذا كان فتح ساكت وكانت هو الكمينة بتاعت الوزارة. في الأربعينيات يوم فتيت وخمسين تخطط الخطوط عليه. الشارع ده كان زوجات شارع الثالث ده فتح الشارع ده وفتح شارع البلدية ده وفي مدينة ملاية هو اللي استلم البلدية من أولاد نكولا. نكولا ده مات كان من زوجاته دانية وارد منها أولاد ذلك كله. أيوة هي كانت مسلمة وهم مسيحيين. ف نكولا قام اشترى نكولا جنينة من أولاد نكولا كم متردين كده وارد الثلاثين يوم وفتح الشارع ذات الأول ومحوله إلى منتزع البلدية. وين المنتزع؟ دي كلها من هنا لحد الآن. قدامها دي كلها؟ كلها. يعني حتى بالطبقان كان بيطلب الشيخ. حديقة البلدية بندور حديقة البلدية انظر شمال يمين ما بندور الأخرية ديك الأخير ذاك لكن المقرب وديك ده الكلية وديك جزيرة توتي والجهة الغربية والغزالة ترفض في ذو الحرية الزهرية الجداول التية والشوارع المية والمدية تقدر تنقية تتعلم. يا سلام. يا سلام. دين قال منو؟ مصطفى طران. يا سلام. أيوه. ال- ال- الشارع ده خلينا نقول احنا أول الناس سكنوا اللي هم طبعا. سكن الشيخ حمد بن مريوم جا من توتي اختلف مع شيخهم. جاب من توتي وقعد هنا عمل الحيران بتاعينه وعمل جامعه بناه بدا سيف بدا هزير بالقشاحي وقعد هنا واستمر اولاده ولينا طبعا. الحيران حقين كان عندهم وظيفه جميله غير انهم بيقروا القران. بيقروا القران كانوا بيشتغلوا يزرعوا مزرعات يزرعوا عشان ياكلوا مزرعات ما كان ياكلوا ياكلوا الناس ياكلوا ياكلوا الناس دي ميزه يعني كويسه. الناس سكنت هنا يا شيخ اقدم الناس العوائل سكنت اول ناس سكنوا هنا طبعا ولاد الشيخ حمد. ايوه بعده كان الناس الجمله بعدهم اول فتح أول فتح العقود ما بدأت الفتح جو الشلالية. الشلالية طبعا جو بحارة في البواكير بتاعت تيتيرة وكذا. يعني كانت كتير حكومته الأولانية بدأت في لما جو الأتراك لما دخلوا الأتراك هم جو معهم. ما مع الشلالية جو بعد الأتراك. بعد الأتراك. ما كتير. أي ما كتير. الأتراك بس كان من الغابة يعني لما تركيا السابقة. فجاء الشلالية وطواري بدل الأمراض طلب جدنا ويقولون على أن يديروا حتى يذكروا فنات البيت فأداوا من الحلة بتاعت أمي الشلالية تدري الشارع ده اللي أخي عبدالي جامعة سيد على المغرب. الشلالية دي بقت الإنجليز إذا تعرف كم عمر 30 اختلفوا الناس قاموا عمر واحد كيف حكروا لهم بمدة 1000 سنة لكن الحكم بتاعه يدفعوا للجامع وكملين على المتر
من لي مع الملك وحكي لي من دتاك زين أنا ما أظن أعرف ملك فين يتولى فالعمار حصل بعد حفظك بعد ما قلت لي كتينا ما راح أعطون طوالي منو تعلم الناس السكر يا شيخ محمد بعد لو ما قلت جونا سعر بتولي ناس عمر زيت ناس غناديل ناس عمد غندور العتبانية كلهم ناس جمعة الفتح يعني فتكبزيلهم هم مدرسة لابدوا من الخرطوم بعد ذلك هي البلد الصناعية من الخرطوم أي البلد الصناعية البلد الصناعية من الخرطوم الخرطوم بعد لأنه قالت فيها الوابورات والمخارج والنقل المكانيك والرأي المصري كل الورش كانت جدا من الخرطوم بعد بعدين عندنا احنا الغندور ده أول زول عبد الناصر عمل الصناعية بعدها مزك ولده بعد ولده قبل الصناعية بقيت في المرمان يعني مزك الصناعية كله يتغردون فتحة درس الطلبة الدارين جاية والتاني يوم الصناعية درس النجارين والحدادين والبرادين يعني من البرادين طلعوا لنا صار الفرح الفرح ذاته من الدرس ايوه واللي خرجنا احمد غندور يا سلام يا سلام بعد ما التزعات قامت الخوج اللي جات بعد الحمد الخوج اللي مات في توتي ومات قبل الشيخ محمد بكم سنه فجاء مات في توتي يا بدا بنوه هنا حول القبة بتاعته يا أولاد السكن بقت قبة خجل حتى أهلنا لحكوا كايا أنا عندنا وثيقة موجودة سعيدي من عبد الله كده من اليوم عبد الشيخ حمد بن بريوم الوثيقة موجودة؟ الوثيقة موجودة دي الوثيقة؟ عبد الله بن تلسل ترجمة بتاعتها هي كانت معمولة في شنو في في نحاس ولا في ورقة عادية؟ ورقة ورقة المكتوب مكتوب شنو في الوثيقة دي؟ مكتوب في الوثيقة على أنه الشيخ حمد الدول الأراضي دي من متعدده كلاهات الغرب بحر الهوج وبالشمال للجنوب بحر الهوج الهوج يعني معناتها الغرب زي ما بقول لي بهوج اللي بالهوج هالثاني ايوه الجنب الثاني وبالجنوب بشعالب جنب الحرفان وبالشرق بالجمل ايوه بالجمل ده جنب الحاجوس جنب الحاجوس كانت بدا البيت في الغرفه دي ايوه في البدايه بيركبوا الناس بالحمير وفوق بيبقى شايل الجمال شايل العيش شايل اي حاجه يعني كان برضه فيها الاقتصاد زي ما بقول انه كان لها تاثير يعني ناحيه اقتصاديه ولذلك انا غاضب من هنا كوبر كافوري مشروع الالبان ده كله تبع المريوات يعني احنا عندنا تروس انا زرعتها فيه هاي لا يا سعدي موجوده انت ذاتك زرعتها انا زرعتها فيه وكل ابواتنا وكل شيء ربنا يعطيك العافيه مشروع الالبان ده برضه تروح الكوده تمام مكتوب على في الخرطه القديمه تلاقيها معموله عليها مكتوب عليها بوجود ود مريوم ايوه ربنا يديك العافيه ان شاء الله يا شيخ محمد الذين يولدون خارج رباط الزوجية وكيف يمكن توفير سبل العيش الكريم لهم؟